ولكن اتق الله، اتق الله يا مالك. إذا صرت مالكا، اتق الله إذا صرت مالك، وإلا فإنك هالك. وهو يشير إلى الحديث الشهير: الناس هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا المخلصون إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون. الناس هلكى إلا العالمون، والعالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم.